برافو عليك يا ميرنا، 30 نقطة وكده النتيجة 145، جامعة المنصورة 100 MTI. السيد علي اتفضل السؤال الثالث وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة. لا 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 قدرات ذهنية تاريخ كويس. لا 20 زمان يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 20 نقطة معناها المباراة حسمت لجامعة المنصورة. لو ما كنتوش خدتوا زوكر كم فرق؟ قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 89 في 8 ناقص 98 في 9 ناقص 89 يساوي كام؟ خمس ثواني. مفيش إجابة. MTI في إجابة؟ ما حاولتوش تجاوبوا. ما لحقناش. ما لحقناش بس. الإجابة الصحيحة كام؟ أنا ما كملتش. طبعًا حسيتوا الماتش خلص ومش مشكلة ومش هتفرق صح؟ سالب 259. أنا في رأيي إن أنتوا كان لازم تاخدوا النقط دي. ليه؟ هتفرق معاكوا في السكور. خسارة جداً. السؤال الأخير أحمد أبو الفضل. اتفضل يا أحمد. بس أسئلة قدرات ذهنية المرة دي صعبة شوية. فنون. سؤال في الفنون. آخر سؤال في الحلقة. سؤال بـ20 نقطة. فنون. والسؤال هو من هو الموسيقار المصري الذي قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم تيمور وشفيقة؟ عشر ثواني. ثلاث ثواني. ياسر عبد الرحمن. ياسر عبد الرحمن. ياسر عبد الرحمن إجابة خاطئة. مش ياسر عبد الرحمن. في إجابة؟ نحاول. محمد عزيز. عمر خيرت. محمد عزيز عمر خيرت. إجابة صحيحة. عمر خيرت هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة جامعة المنصورة 165، جامعة MTI 100. جامعة MTI أفضل لاعب من جامعتكو ب80 نقطة عبد الله وليد. وجامعة MTI الحقيقة أنا مستغرب ليه؟ لأن أنتوا ابتديتوا المباراة بتركيز عالي جدا. مش قادر أفهم إيه اللي حصل في الآخر. هو اختيار القدرات الذهنية كجوكر مع الأسئلة الصعبة يعني بيوترنا جامد يعني. معلش على العموم أنتوا مستواكم كويس جدا. لسه في فرصة، عندكم ماتش تاني وماتش تالت. بس الحقيقة أنا فخور بأدائكم في ماتش النهاردة. كلنا نحيي جامعة MTI. أداء مشرف جدا. جامعة المنصورة ألف مبروك. أول ثلاث نقط في المجموعة الرابعة. ألف مبروك لجامعة المنصورة.